احنا اليوم الحمد لله تمكننا من تدشين ميوادار وفتحنا امام حركه السير. هاد القنطره اللي شيدناها بلاصه واحد القنطره كانت سابقه كانت ضيقه لا يتجاوز العرض ديالها 7 الامتار، هاد القنطره الجديده يتجاوز العرض ديالها 14 متر باش تمكننا من تلبيه حاجيات الفئات العديمه الحمايه. دونك كاينين لي تروتوار ارصفة للراجلين على عرض 1.5 متر من كل اتجاه، كان كذلك ممرات خاصة لأصحاب الدراجات ممر في كل اتجاه، بالإضافة يعني الممر الخاص بالعربات والشاحنات. هذا المشروع كيف قلت التكلفة ديالو 13.4 مليون ديال الدرهم، واللي ممول من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، غيمكن من تحسين مستوى الخدمة. كذلك كانت هذه فرصة باش نطرقوا كذلك المقطع الطرقي ما بين تيغرت وتامري على طول 20 كيلومتر اللي تمكننا من يعني من إنهاء الأشغال ديال التهيئة ديالو بتكلفة ديال 83 مليون ديال درهم. وذكرنا بالحجم الاستثمارات اللي قامت بهم الوزارة خلال الخمس سنوات الأخيرة، بلغ حجم الاستثمار 345 مليون ديال درهم من أجل يعني تأهيل هذا المحور الاستراتيجي، هذا الشريط الساحلي الرابط ما بين أكادير إلى تامري، واللي غيمكن من تحسين الولوج للشواطئ والأماكن السياحية المتواجدة بشمال أكادير. وإن شاء الله غنتمكنوا من غنواصل نفس يعني بنفس الحزم باش نوصلوا حتى لا ليميت، غتبقى لنا 31 كيلومتر باش نوصلوا لا ليميت إن شاء الله ديال الصويرة. وشكرا.